نخرت من 2018 وعلى اساس اننا غادي نتسلموا الشقق ديالنا في ظرف سنتين. للاسف من بعد كنكتشفوا بان هذيك الهضره كلها هي غير هضره خاويه، ما كاين والو من هذاك الشيء. يعني اكتشفنا عده خروقات فيما يخص الوداديه، مثلا بالنسبه فيما يتعلق بالنجاح جوج اكتشفنا بانها زون فيلا، يعني من المستحيل انه يدار عليها مشروع ديال شقق سكنيه. من بعد دارت حجوزات منها الحج ديال مول الارض اللي ما كملوليش الفلوس ديالو في الخلاص ديالو في البيع، وبعض حجوزات اخرى اللي وصلت في المجموع ما يناهز 800 مليون تقريبا سنتيم ديال الحجوزات. واليوم جينا حضرنا المحكمه هنا الابتدائيه بانزكان، حضرنا الجلسه ديال المحاكمه ديال اعضاء المكتب، وكنتمناو ان شاء الله كنتمناو من القضاء انه ينصفنا وانه يرد للناس الحقوق ديالهم، لان الناس راه مكرفصه بزاف فعلا. العدد المنخرطين كثير بزاف، ما نقدرش نقول لك العدد بالضبط، ولكن المحكمه عمرها حتى الناس ما لقاوش فين يجلسوا، حتى خرجوا الناس من الباب، وكاين بالناس اللي على برا ما دخلوش. يعني العدد فعلا كان كثير، وهذا غير غايه من فيض كما تيقولوا. راه العدد المنخرطين كثير بزاف، وكنتمناو من القضاء انه ينصفنا. الثقه ديالنا في القضاء ان شاء الله انه غادي ينصفنا ان شاء الله. وهو الجلسه دارت على حسب الناس اللي دفعوا الشكايات ديالهم ضد المكتب ديال الوداديه. وسيد القاضي المهم تصنت سميتو الناس ديال اللي دفعوا الشكايات ديالهم وسميتو، تاجلت الجلسه للجمعه ان شاء الله من هنا 15 يوم ان شاء الله. انخرطت مع الوداديه بالضبط في 2000 الاول ديال 2019 على اساس غنسلم الشقه ديالي من بعد 3 سنوات. في 2021 يعني من بعد عام ونص تقريبا، في المنتصف ديال 2021 كنتفاجئ، بحكم انني ساكن حدا المشروع اللي انا منخرط فيه، كنتفاجئ باللي الارض اللي كان غيدير فيها المشروع بدات فيها الاشغال. مشيت سولت عند الكاتب العام ديال الوداديه، وتبين لي بلي ان المشروع اللي كيتبنى ماشي ديال الوداديه، انا مشروع ديال الشركه، وان ذاك المشروع اللي كانت بانت بعت لنا الوداديه تخلات عليه بلا ما تشاور معنا، وتبين بان جابت لنا تصاميم وورتنا ارض وورتنا مشروع اللي غير باش نصب علينا، وتبين في الاخر انه كله وهمي. ودابا راه عامين وانا متابعهم باش يرجعوا لي المدفوعات ديالي، ونهار على خو ديال الطماطول عرفنا بلي راه تلقى القبض على الرئيس ديال الوداديه والمكتب، وحنا دابا راه خارجين من الجلسه الثانيه اللي دفعنا فيها المطالب ديالنا المدنيه، وتاجلت حتى الجمعه ديال 26/5 ان شاء الله، ونتمنى من القضاء ينصفنا. نصيحه اللي نعطي للناس اللي بغاو يشريوا بشكل عام، يعطيو باتساع الوداديات. الوداديات غالبيتها ولات مشاريع ديال النصب والاحتيال على الناس والاكل ديال ارزاق الناس بالباطل. اللي بغى يشري يزيد شويه ديال الفلوس يشري في مشاريع اللي هي مضبوطه، وما يشري يتاكد من الاوراق ديال الملكيه، ويتاكد من الامور ديالو، يتاكد من الشغالات ديالو، واخا يزيد شويه ديال الفلوس اللهم تزيد شويه، ولا تصدق في الاخير تنضاف العشرات والمئات والصفوف ديال اللي منصوب عليهم.